جاي يبشرهم يقول في شهر كريم مو انتم رحتوا له هو جاكم. في فرق بين انا اروح للكريم وفرق بين يجيني الكريم. ترى في فرق. شهر رمضان شهر كريم احنا ما رحنا له. هو الذي اقبل اليكم. قال شهر الله. هذا الشهر الذي الله سبحانه وتعالى خصه بخصائص. الشهر الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن الكريم. شهر رمضان الذي أنزل فيه، ما في شهر ثاني ذكر اسمه في القرآن، بس شهر رمضان. هذا الشهر الذي أوجب الله، هو الشهر الوحيد الذي أوجب الله فيه الصوم. هذه الفريضة بس في هذا الشهر. هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن. في بعض الروايات في البيت المعمور، وبعض الروايات على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشهر الذي فيه ليلة القدر، وليلة القدر خير من ألف شهر. يا رب. وبعضهم يضايق يعتبر هذا الشهر ضيق، ما يعتبر شهر مميز ومتميز. إذن قد أقبل إليكم شهر الله بماذا؟ قلب البركة والرحمة والمغفرة. البركة يعني الزيادة، أعمالك الطيبة في هذا الشهر الله يزيد في أجرها وثوابها. تصور في هذا الشهر من قرأ آية في هذا الشهر من كتاب الله أعطاه الله أجر من ختم القرآن كله في غيره من الشهور. الآن ثبت الشهر، بس أقول بسم الله الرحمن الرحيم يسجل لي الله ختمة كاملة. الحمد لله رب العالمين قال ختمة ثانية. الله، هذا الشهر زيادة. لذلك إخواني يعني المفروض الإنسان